وسط ارتفاع حدة مشكلة اللاجئين السوريين، فهم يعيشون على أرض مصر حياة مختلفة. جيت على مصر تقريبا صار لي 4 سنوات، بالأساس أنا مهندس ديكور، بس ما لقيت مجالي يعني، فاشتغلت بعدة شغلات. آخر شيء اشتغلت بكافيه وشغال تقريبا 50 جنيه باليوم وماشي الحال الحمد لله. بالنسبة لأوضاعنا نحن كسوريين هون بالبلد نتعامل معاملة السوري مثل المصري، أبدا معاملة واحدة، ما في اختلاف. بالنسبة لمصر يعني أنا بالنسبة لي أنا كسوري قاعد في مصر أنا مرتاح، فأنا بتكلم عن نفسي أنا شخصيا يعني مرتاح. بلد يعني أكثر شعب متفاهم مع الشعب السوري، يعني هو قريب منه قوي، يعني كل واحد تقول له انت من سوريا بيقول لك اهلا هلا بيك، نورت الدنيا، نورت مصر، نورت كذا، كل الكلام ده كله يعني كل يوم بيحصل. موضوع اربع موضوع ثاني، دول غنيه ما ندول عالم ثالث، في دعم واقتصاد وموضوع ثاني مختلف اساسا. يعني نحن الشعب السوري والشعب المصري قريبين من بعض يعني اساسا، يعني مستوى المعيشه والنمط والاقتصاد وكله هذا قريب، يعني غير انت ما خرجت من تقارن مصر فرضا بالمانيا من ناحيه الاقتصاد والدعم او اوروبا بشكل عام يعني، فهذا موضوع مختلف تماما. بس بالشكل المعاملات مع الناس تواصل او كذا ما في اي مشاكل، يعني ما بتحصل مشاكل انه نحن المصريين فرضا يكرهوا السوريين او السوريين يكرهوا المصريين، لا بالعكس لما متعايشين مع بعض، وبالعكس الشعب المصري شعب بيحب الناس الغريبه، يعني بيتعامل معهم بيعيش بيتعامل بيحب يجرب بيحب يتطقس انه يعرف هاي الشغله شو هاي الشغله، بالعكس ما في اي مضايقات من هذا الموضوع. يعني مصر دوله غنيه جدا وفيها شغل، فيها شغل اللي عاوز يشتغل، يعني ممكن انت تلاقي ناس قاعدة ما أنا عم تشتغل، هن نفسهم مش عاوزين يشتغلوا، ولكن لأن احنا اجينا على سوريا على مصر وشفنا هون واشتغلنا وفتحنا محلات والحمد لله طالعين من حرب واجينا لهون، وبتعرف انت التاجر السوري او المعروف عن التاجر السوري وين ما حطيته بيشتغل، معروفين نحن تجار يعني. ويبقى الشعب السوري شقيق للمصري، يجاوره داره ويزامله في عمله ويرافقه على أرضه، فأرض مصر هي الملاذ لكل العرب وهي الوطن الثاني دائماً للسوريين وغيرهم.